السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ستار تيوب. الأولمبي السوري يبدأ مشواره الآسيوي بمواجهة قطر. يفتتح منتخبنا الأولمبي مشواره في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بمواجهة عربية أمام نظيره القطري، وذلك غدا الخميس في الجولة الأولى من المجموعة الثانية. استعد منتخبنا الأولمبي بشكل مثالي للبطولة، حيث دخل عدة معسكرات ولعب وديات مكثفة، وكانت أبرز هذه المباريات مع البحرين والأردن وعمان والعراق، وكانت له عدة مشاركات في دورات ودية كدورة دبي والصين، والتي أخفق فيها في دورة دبي ليعود وبقوة بدورة الصين ويتوج بلقبها. تشكل مباراة الأولمبي مع قطر نقطة الانطلاق التي سوف يبدأ فيها منتخبنا الأولمبي تحليقه نحو هدف واحد، والذي نتمناه أن يكون مميزا. يغيب عن منتخبنا الأولمبي اللاعب كامل حميشة بسبب تراكم بطاقات صفراء في رصده، فيما استبعد المدرب أيمن الحكيم صبحي شوفان للإصابة. يعول أيمن الحكيم على اللاعبين المميزين الذي يضمهم منتخبنا الأولمبي، وفي مقدمتهم كامل كوايا صاحب المهارات الفردية المميزة، والحارس المخضرم ويليام غنام خط أمان المنتخب الأولمبي. منتخب قطر ليس خصما سهلا، ولن يكون طريق عبور هذه المباراة مفروشا بالورود لمنتخبنا الأولمبي الشاب. فمنتخب قطر قوي أيضا، خصوصا مع التطور الملحوظ الذي شهدته الكرة القطرية مؤخرا وبوجود مدرب مخضرم يقوده، حيث يطمح المنتخب القطري أيضا لتجاوز منتخبنا الأولمبي والظفر بنقاط المباراة، ويعتمد سانشيز على خبرة لاعبيه واللعب الجماعي والتمركز الجيد الذي يتميز به لاعبو منتخب قطر، بالإضافة للانضباط التكتيكي وقوة الهجوم. أما عن القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر، فسوف تكون المباراة منقولة على قناة بين سبورت الناقل الحصري لكل مباريات البطولة الأسيوية للمنتخبات الأولمبية. يذكر أن منتخبنا يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب اليابان والسعودية وقطر، وسوف يتأهل الأول والثاني إلى دور الثمانية. أما عن توقيت المباراة، في الساعة 1:15 بتوقيت السعودية وقطر والكويت، والثانية 1:15 بتوقيت الإمارات، والحادية 10:15 صباحا بتوقيت ألمانيا والسويد وفنلندا والدنمارك، والساعة 12:15 بتوقيت سوريا، والساعة 6:15 بتوقيت أمريكا، والساعة 9:15 بتوقيت سيدني في أستراليا. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي في أول امتحان في هذه البطولة، ونتمنى له تحقيق النقاط كاملة حتى يمضي بخطى ثابتة نحو الدور القادم. دمتم برعاية الله.